اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين من عبر زوم، طبعا من زيورخ مارتين اندرمات مدرب نادي بازل السويسري. مارتين اندرمات واحد من اكبر الاسماء التدريبيه في سويسرا، وهو اول مدرب سويسري في تاريخ الدوري الالماني الممتاز، ولعب مع مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي لمده 10 سنوات في نادي جراس هوبرز والمنتخب السويسري، وكمان لعبوا ضد بعض كمدربين في الدوري السويسري. خلينا في البدايه نرحب بضيفنا في هذه الفقره مستر مارتين اندرمات، وبنقولك طبعا مبروك على فوز بازل النهارده بنتيجه كبيره 5-1 على جراس هوبرز في الدوري السويسري، وبنشكرك طبعا انك معانا بعد انتهاء المباراه يعني تقريبا بوقت قليل جدا. اشكرك شكرا جزيلا. باعتبارك طبعا زميل مارسيل كولر في الملاعب وكنت منافس ليه كمدرب في الدوري السويسري، كيف ترى تعاقد النادي الاهلي معاه؟ إذن أنا أتذكر جيدا مع مارسيل، كنت ألعب معه لمدة 5 سنوات في جراس هوبرز وفزنا بخمسة ألقاب، وكان يلعب في وسط الملعب مثلي، وكان دائما شخص نشيط ولاعب نشيط للغاية، وأعتقد لم تكن مفاجأة لي أن يوقع للأهلي، أو كانت مفاجأة لي أن يوقع للأهلي، ولكنه شخص مثير للاهتمام ولديه خبرة طويلة، وأيضا دائما كان يحب أن يرشد اللاعبين. طيب، أهم مميزات مارسيل كولر في التدريب والتعامل مع اللاعبين؟ أعتقد بمهارته وبخبرته، فهو يعرف كيف يتعامل مع اللعيبة، وكان يلعب في ألمانيا، والتعامل مع اللاعبين ومع النظام ومع الجهاز الفني، فهذا هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا كمدربين، وكان يعرف النظام وهو على دراية، وهو أيضا هو يعلم كيف يتعامل مع اللاعبين. أهم طرق اللعب المفضلة ليه؟ أعتقد لأنه كان يلعب في وسط الملعب، فهو يحب أن يلعب بطريقة 4-3-1، وأيضا وهو هجوم، يحب الهجوم القوي، وأيضا أن يكون له قيادة في بالكرة، وأن يتعامل مع ال ويحب أن يلعب بطريقة سريعة وهجومية، ودائما يحب أن يتعامل بطرق تكتيكية سريعة وهجومية ربما، وهو يحاول دائما أن يضع هذه التكتيكات في الاعتبار. مسيرتك كأندرمات يعني كبيرة جدا مثل كولر، أنت أول مدير فني سويسري يدرب فريق في البوندسليغا، هل لو تلقيت عروض لتدريب احد الانديه في افريقيا بشكل عام تقبله بعد وجود كولر في النادي الاهلي؟ اعتقد ان هذا سؤال مثير للاهتمام للغايه. انا كنت في دول كثيره في افريقيا، وكنت مع فرق كثيرة، وفي الكرة لا يمكن أن تقول لا لهذه العروض، ولكن في هذه اللحظة نحتاج أن نكون صرحاء مع أنفسنا، فنحن لدينا مدرب سويسري قوي في الأهلي بالنسبة لمارسيل كولر، ولا تعرف فمصر دائما بلد مثير للاهتمام بالنسبة لنا. خلال الفترة الأخيرة مستر مارسيل كولر كان بقاله تقريبا سنة ونص ما يعني بعيد عن التدريب، ايه رأيك في هذا الموضوع؟ اعتقد اذا كنت لاعب صغير او مدرب صغير فانه من الافضل ان تكون دائما تعمل ودائما تدرب، ولكن اذا كان لديك الخبرة الطويلة يمكن ان يكون لديك فترات راحة او فترات عدم عمل، لاني اعتقد انه المهم هو ارشاد اللاعبين على مستويات مختلفة، وربما في بعض الاوقات تكون لديك خبرة طويلة، وربما تكون لك فترات هدوء كما قلت،
ولكن الأهم أن يكون لديك القدرة وأن تستطيع أن تتعامل مع اللاعبين ومع روح اللعبة، وعليك أن ترشد اللعبة وتقود هؤلاء اللعبة. فعندما يكونون اللاعبين في أحسن حال فأنت أيضا في أحسن حال، فأعتقد أن الخبرة هنا هي الأهم. طيب، تجربة مستر مارسيل كولر مع النمسا شايفها إزاي؟ أو شفتها إزاي يعني؟ نعم، بعد البداية دائما في النمسا الأمور ليست سهلة. المدرب السويسري ليس من السهل أن يستقبله مدرب سويسري، ولكن اختيار مارسيل كولر كان اختيار جيد لأنهم استطاعوا أن يتطوروا بصورة كبيرة ويتأهلوا أيضا للبطولة. طيب، أهم مميزاته الشخصية، هل هو رجل هادئ؟ هل هو رجل عصبي؟ يعني كيف يدير طريقة اللاعبين؟ أنت واحد من الناس القريبين منه جدا، عايزين نعرف الناس بيه يعني. أعتقد بالتأكيد مارسيل ليس من الأشخاص الذين يصرخون طوال الوقت، هو يدرس كثيرا، وأعتقد أنه يحاول بهدوء أن يتعامل مع الأمور وأن يقود الموضوع بهدوء، وعليه أيضا أن يتكيف. مارسيل يحب من خلال خبراته بالتأكيد سيستطيع أن يسيطر على كافة المواقف. الأجواء مختلفة تماما ما بين مصر وسويسرا، يعني في مصر الأمور يعني الأجواء الجو نفسه حر، مثلا في سويسرا دايما الجو لطيف هناك وساعة شوية. هل من الممكن أن مارسيل كولر أن هو يقدر يتجاوب مع الأجواء في مصر حتى جماهيريا؟ أعتقد عندما تعمل في ألمانيا فالأمور ليست سهلة، ولكن أعرف أيضا أن الجماهير في مصر مختلفة، وكانت هناك فترات مختلفة عاصرها الجمهور، بالتأكيد سيكون تحدي كبير، ولكن الأفضل هو أن نفوز وأن نتعامل مع هذا الفوز. أنا أتمنى يعني أن دايما تكون الانتصارات هي المفتاح لحب الجمهور لأي مدير فني، أعتقد أن ده هو الصحيح أو هو ده اللي دايما بيمشي، خصوصا مع نادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي يا مستر أندرمات. نعم، نحن نعرف أنه واحد من أكبر الأندية في أفريقيا، وأعتقد أنا سعيد للغاية أن مارسيل سيستطيع أن يقود واحد من أكبر الفرق في أفريقيا، ومدى السعادة التي يشعر بها، والأهم كما قلت هو الفوز، وأن يكون أو تكون الجماهير خلفك، وهذا ما يضعه المدرب في الاعتبار. وبالنسبة لمدربين كثار فهذه نقطة هامة جدا، لأن الجماهير السويسرية أو المدرب السويسري عليه أن يتأقلم مع الجمهور ومع الفريق. أخيرا لو حابب توجه رسالة لمستر مارسيل هتقول له إيه؟ أولا أحب أن أعبر لك عن سعادتي، وأتمنى لك كل الحظ وكل التوفيق، وأعرف أنك ستعرف أن تتعامل مع هذا الفريق، وكل الأمنيات بالفوز. أنا بشكرك جدا مستر أندرمات على وجودك معانا، أنا بشكرك شكرا جزيلا وعلى هذا الكلام الجميل. وأعتقد إحنا من خلال وجود مستر أندرمات زي ما قلت لحضراتكم واحد من أهم المديرين الفنيين اللي موجودين في سويسرا، وأول مدير فني يكون متواجد في البوندسليغا في الدوري الألماني. زي ما قلت لحضراتكم واحد من أصدقاء العمر بالنسبة لمستر مارسيل كولر، وكانوا مع بعض في المنتخب، مع بعض في النادي، وبالتالي كلام مهم جدا جدا جدا، أنا بشكر مستر أندرمات عليه. وهذه هي الحقيقة، وهذا هو مارسيل، وهؤلاء هم أصدقاء، ومن خلال الكلام اللي حضراتكم سمعتوه هنبتدي نبني على ما هو قادم. القادم